دابا خويا اوف اخوتي عطيه يلاه وصل العزاوي سربي سربي طلعي 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 هو ديال الاولاد العزاوي غادي بالزربه تخربك خيب شويه غير شويه لك واحد الحاجه راه نسيت الوراق الصاد لا كارت ديالي وديالها وا مشكل وا يا ربي ربي دير لي فيها الخير صبري غير صبري انا صابره تصبر كامل زيدي زيدي واش اخوتي كي داير لاباس عليكم كلشي مزيان امور بخير المهم الدراري اسمحوا لي الا دخلتكم بعد الدخله هذه راه مخربق بزاف ما عرفت اخوتي شنو غندير المهم خديجه شاده شي وجع خايب ما عرفتش الولايه ديال المبكره والله ما عرفت اخوتي مالها المهم الدراري ما عرفت شنو غادي ندير والله من قبيله شاده شي وجع خايب وحنايا بغينا نصوروا لكم فلوق ديال الولاده ولكن هذه ماشي وقيت الولاده ديال ما عرفت شنو مالها واش غتولد ولا شنو غيوقع لها المهم داك انا نبارطاجي معكم ودابا غادي نشوف الا مشات تزاد عليها الحال شويه وتحس براسها بحال غتولد شي حاجه واقيلا ديال السبيطار المهم الدراري ها هي ها هي اخوتي ها هي شو ما عرفتش مالها خديجه ما بقاش تقول ما عرفتش مالها كنقول لك فين رجعت كتقول لي ما عرفتش مالها ولكن الوجع انت باقي لك يلاه عندك سبع شهور كاين اللي كيولدوا سبع شهور كاين اللي كيولد في اي شهر ما عرفتش مالي حتى واخا بلاتي ديرها هذه ديرها ما نقدر ندير والو ما نقدرش تحرك من بلاصتي ما نقدرش ودابا غير قول لي شنو غندير باش نعاونك في الله الوجه ما فيش احد الولاده الاخرين اذن باقي ماشي ولاده غير شد ناري 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 دابا غير قولي لي قولي واحد الحاجه حنايا باقي ما موجدين حتى حاجه لا ليك لا للجنين لا حتى لعبه وغادي تولدي حنا باقي كنقولوا باقي الوقت ماشي مشكله حسن دابا في الوجاد المشكل انا هي في الوجاد ما عرفتش مالي دابا الا ولدوا على سبع شهور شنو كيدير شنو كيوقع ما عرفتش ما كاين ما يوقع الوالو في الدري ما عرفاش قلب انت ما عرفتش حسن مسولني حتى الاسئله نديك السبيطار اي حسن كنموت كنموت واش نديك السبيطار قفرتي كنموت خوتي والله ما عارف شنو غندير ما عارف شنو غندير هادشي بزاف بزاف خد دابا قلبنا في جوجل ولقينا بلي الالم ديال الولاده كيمشي كل كيمشي قال لك كيجي كيعلمك كيمشي كيجي وكيمشي ولكن دابا حنا شنو غنديرو غنحسبوا الوقت نحسبوا الوقت هادشي اللي قال الوقت الا كان نفس الوقت باش كيجي اذن تاع الولاده خوتي انا اش غادي ندير اش غادي ندير غادي نمشي نوجد ليها حوايج نوجد ليها شي حاجه تلبسها وداك الشيء ونعيط على شي واحد نمشي نشد شي طاكسي نديها على الاقل بعدا غير نشوف شنو يقول لها في الطبيب مايمكنش حاسه هادشي بزاف والله الا بزاف دابا شوفي شوفي انا جبت لك هادي لبسيها بعدا لبسي هادي نلبسك ناري ماشي مشكله حاسه ماقدرتش نتحرك ماقدرتش ندير والو دابا خويا شنو دايرين حسبنا دابا كنحسبوا الوجع ديالها على شحال كيجيها المره الاولى جا على 5 دقائق ياك ما عرفتش حسن تسولني هاد الاسئله خوتي هي مخربقه اكثر مني ناري 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 اريد ممكن حسن ممكن القرابه صافي اش تموتي الله ينجيك يا ربي المهم اخوتي غادي نشوفوا دابا اش غادي نديروا غادي واقيلا نعيط على العزاوي يزيد دينا اه عيط العزاوي غالبا هادشي اللي غادي ندير وحسن زربيه شنو كدير من الصباح؟ بشويه هذه كنبان كنحسب ليها اخوتي على كنحسب ليها على بين الوجع والوجع في الاول جات 5 دقائق وما ولكن هاد المره شدها ديريكت ما بغاش يتقمنا ما يموت حسن الله يخليك اي ربي 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 اجي زيد بسيجا مقادرش نتحرك مقادرش نحاول المشكلة اخوتي خصكم تعرفوا واحد الحاجة انا ما عارفش شنو غندي شنو غنوجد شنو ما في المشكلة اللي دابا تلقى من شي 12 ديال الليل ما عرفتش اخوتي شنو بشوية مالك بشوية اخوتي الله يسامحنا من الوالدين خوتي واحد شويه دابا مشى مني شويه خوتي شويه كما قلت لكم خصك تحط كيفاش كيجي كيمشي كيتلقني كيرجع ما يمكنش الخوت المشكله دابا واش كيتولد في 5 ربي ربي ورجع حسن رجع ما يمكنش رجع بزاف هاد المره المشكله ما كيفوتها غير شويه وكيعاود يرجع ربي نموت حسن صافي غنموت ونخليك بوحدك صعيب اخوتي الله يرحمك انا كما عرفت اخوتي العزاوي قبيله كان صوني ما كيجاوبش صوني العزاوي صوني يقول لي جاوبك واصلني لي في ابي صوني لي ربي حسن
حسن انا كدوزي عليا ما كي ما كيجاوبش صافي ما كيجاوبش ربي ربي ما يمكنش حسن هاد المره جات قساحه حسن الوجع قساح قساح جا ولا سمع سمع والو مباشي يجاوبني مباشي يجاوب ربي ربي ما يمكنش حسن غنموت صافي صبري صبري شويه صبري شويه وحسن عيط على شي طاكسي انا ما جاوبكش عزيزي والطاكسي راه ما عندي حتى من تما الطاكسي خصني نمشي اخوتي نقلب على شي طاكسي واش نعرف نسول شي حاجه غنمشي نسول على الساس ونجي اوف خوتي انا نمشي نشوف لي شي طاكسي ولا شي حاجه ونرجع انتي صافي بغيت نقول لكم راه هادشي كامل اللي شفتو دابا راه غير مقلب فاشكا شوفوا انا ما عرفتش كيفاش نبدا لكم الفيديو ما لقيت حتى حل ما عرفتش كيفاش تخربقت ما بغيت نخبي الكاميرا فشي بلاصه حيت تقدر يقشعها قلت اللهم نقول ليه صافي ندير راسي باغا نولد بصح دابا هو عند بالو مسكين راني بصح باغا نولد في شهر 7 انا يلا دابا عندي 7 اشهر يعني صعيبه قليل العيالات اللي كيولدوا كيولدوا ولكن قليل العيالات اللي كيولدوا المهم هو دابا راه مشى يجيب طاكسي ما عرفتش واش غيلقى الطاكسي ولا الله اعلم المهم راه كيعيط على العزاوي ما كيجاو دابا يعني غندير المقلب فراجلي اسكا وفي العزاوي تا مسكين مشاو فيها مهم يا ربي نتوفق كنتمنى انني نتوفق يلا بقى معنا قبل ما يرجع خوتي مشيت لقيت الطائب على السلامة ما فيه والو ومخربق بزاف اخوتي لقيت العساس هو اللي تيفطو شاف لي شي طاكسي رجع حس الوجع عاوتاني جا وا العزاوي كيصون يا ربي يا ربي كيقطع عليا لا ما قطعش الو ابراهيم خويا بالروج ولا تقضي لي غرض وسط واه خديجة صاحبي جدها الوجع بزاف ما عرفتش تولد ولا ما فهمت والو واجي عندي للدار الصاد بالروج ولا بالروج راني الطاكسي ما لقيتهاش ما 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 تخربقت انا وما بين صوني على ما فهمت راك عارف بالروج ولا بزاف كان موت يا صاحبي يا ربي يا خوتي ربي بسمية دابا المشكلة هنا اللي خربقني هو داكشي اللي غادي خصني يجيب ليا ما عرفتش غنجيب ليها دابا غنديها ونصب ما تجيبش ليا ما تجيبش ليا وا ربي فيه وجع حسن دابا سون غنتسناو خوتي عزاوي تيجي وغنهبطها نشوف على الاقل نهبطها للدروج يلاه نوصلوا خوتي صراحه قلت ليها من الاحسن ما نصوروش قالت لك لا والو بغات تبارطاجي معاك وبغات تخلي طفى علينا الضوء المهم اخوتي تنهبطوا خوتي طفى علينا الضوء وجدت معايا انا من الدف ديالها بشوية خوتي غادي نهبطها وديك الساعة نصور لكم اوف اخوتي عطي يلا وصل العزاوي سربي سربي طلعي 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 يا ربي فكات شي على خير يا خوتي وصاحبي انا ما عارفش حزيب شويه عليك بشويه عليك خويا والله ما كنت عارف راه ما يمكنش يلا يلا يا ربي يا ربي دير فيها الخير سير 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 السبيطار الكبير واخا نمشيو للكلينيك يا خديجه حسن متسولني انتوما اصلا نتبع مع الطبيب نصوني عليه صافي غنمشيو للكلينيك ديريكت الكلينيك غنمشيو للكلينيك ديالو هما يصوني عليه ولا دبر راسك يلا صوني عليه نتايا وبين ما نوصلو حنا للكلينيك والله خاصكيتا شويه شويه حسيت براسها بعدا دابا شويه حيت راه الوجع تاع الولاد راه كيمشي وكيجي ولكن انت بس اكدتي بانه ديال الولاد العزاوي غادي بالزربه تخربقت غيب شويه غيب شويه حسن جا عاوتاني جا الوجع الوجع ما عرفت دابا انا تخربقت فراسك ما جبنا داكشي ديال المراه اللي غتولد لا والو نخليوها هي في السبيطار ونرجع هذاك الشيء اللي قلت حتى انا حيت اصلا ما جامع والو انا باقي كنقول باقي حيت 3 شهور باقى ليها صافي 3 شهور 3 شهور اللي باقى ليها دابا يلاه الشهر السابع ديالها بلا غتولد هنا 10 شهور غتولد هنا 9 شهور ولكن المهم صافي انا صافي تخربقت وا ما يمكنش اخوتي دابا وصلنا للسبيطار ها هو ولكن بلاتي بلاتي نقول لك واحد الحاجه راه نسيت الوراقه الصاد لا كارت ديالي وديالها وا مشكل ودور دور دابا اش غادي نديرو الصاد غادي خصنا على الاقل نخليوها هنايا ولكن ما يمكنش نخليوها بوحدها غير الدخل غنوقفو معاها حتى نمشيو نرجعو نجيبو الوراق ما كتعطي وا ما فهمتش انا صاحبي راه ما مخربق صبري صبري سبعة راه صعيب تولد فيها ياك ولكن راه كيولدوا العيالات وا يا ربي ربي دير اللي فيها الخير غير صبري غير صبري وانا صابره تصبر كامل زيدي زيدي بقاي غير من تما بقاي من تما بقاي ناري ناري اخوتي ناري زيدي بشويه عليك بشويه عليك هبطي 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 جيب جيب يعطوك الكروسه جيب
كنموت. زيد زيد والله رجعوا شي صاحبي الكروسه الكروسه صافي واخا خوتي انا نزلت نصور وخليت الطوموبيله شوف فين بلا شنو هو مالك اش قلت اش قلت قلت كي الله رجع للدار وكلا فرقه وقع فهمت مقلب لا 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 خديجه لا لا شي بحال زعما مقلب المقاليب انا بديت معها حرب واش دابا هادشي كامل مقلب هاد الروينه شو حالته مسكين كي ولات والله ما فكره مو جينا جينا للسبيطار اخوتي وكنت كنصوني عليه جالس عند العساس خليته كيقلب على طاكسي مربزت الحياه دابا باقي كيقلب لا هو صافي صافي كون مشيتو ما يقلبش قلبي قلبي في الكري والله ما صعيبه صاحبي هاد الوقت والله دابا الا قالت لي انا في الوجع كاع ما غنديش ما تيقاش ما تصونيش عليا انا تقول لي ما تصونيش عليا فلوق الولاده ما تفلوق الولاده شوف انا ما تصونيش عليا لا عيطات لا وقعت لي شي حاجه ما تصونيش عليا انا والله من دي انا ما غنمشيش ياك اسمعي انا خويا وياك كنا جالسين في ماكدو تعيطوا علينا صافي لا لا ما تصوريش ولا ما غنصور غنتبرهيش صافي حرام عليك لا 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 الا شي حاجه سميتها الاولاد راه خلعتيني دابا راه عرفت واش خلعتك ولكن والله الا هما وحق الله الا هما اللي قالوها لي المتابعين ديني تو السبيطار وراه ما عرفتش كيفاش ندير لا ماشي كيفاش دابا غنس كنهز في الوراق وكندي هاد التخربيق هذا وبغيت كنقلب حماقي ما عرفتش دابا سمعني سمعني دقيقه نقول لك واحد الحاجه دابا المقلب المتابعين اللي بغاو شحال من وحده جاو عندي في انستغرام قالوا لي ديري لي مقلب الولاده انا ما عرفتش كيفاش ندير لك هذا هو الحل اللي لقيت ولكن سمعي نقول لك ماشي تديني حتى للسبيطار وبغيت كنهضر على السيد ديك الساعه دابا درت فيك مقلب انت انت والحجاوي شوفي نقول لك واحد الحاجه وصافي دابا انت اللي بديتي الحرب انت تعلمت واحد البلان ولا تعلم هو انا غنوجد غدا اختي نمشي نوجد داكشي ديال ديال الولاده نحطو حدايا باش نكون عارف ولك شي طبيعي اصلا انا راه هاد الايام بغيت نوجد لا فلوق الولاده لا والو لا ضروري نتشاركوا معاهم فلوق الولاده ثاني خربط مخربط ما عرفت كنصور راه مخربق اه شوف انا عرفت انه هذا صوريه الراس كان ما سوقيش وانا كنتوجع هادي كون كنصور هذيك الساعه كنت كتوزع بصح دابا انا شوف شوف هاد الفيديو هذا 50000 لايك ياك صافي كل ولكن شوفوا ما عنديش لها مقلب دابا تا تولد تا تولد وصلوا انتم عندكم من هنا تا تولد باقي شهرين غير ديروا الله يخليك اخوتي وتوصلوا عند الله تا تولد دابا صافي راضي مصالح معايا ما خاصمش ما خاصمش مع المتابعين قطعت هذه وراه شتاك واش قطعتيها واش عرفت شككتي ياسر عمرك نسيت وتعصبت وحق الله شهرين مشات شوف 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 والله الا المتابعين بغاو دابا واش بغيتي ما نديروش ما نديروش دابا دابا شوفي بديتي الحرب بديتي داك النهار درتي لي السحور دابا زدتيني بهذا النيفو كاع هذا طلعتي النيفو ولكن واش واش انا باغي نخاف عليك انت يا ولدي لا صرعت صرعت طيقتيني طيقتيني الولاده حس بالوجع صافي 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 ناضي المهم اخواتي وصلنا لفان ديال الفيديو ما تنساوش ديروا لايك سبسكرايب فعلوا زراس باش يوصلكم اي جديد اي كنبغيكم كامل اخواتي في التراعد والله الا قلبي كيتلعب الله يحليكم باي باي